تحية طيبة لجميع المشاهدين. لازلنا في إطار الحديث عن المفهوم الأول من مفاهيم مجزوءة الوضع البشري وهو مفهوم الشخص، هذه المرة مع المحور الثاني. رأينا في المحور الأول المعنون بالشخص والهوية الأساس الذي يشكل هوية الشخص، لكن في هذا المحور سنتحدث أيضا عن مجموعة من الأسس، لكن ليست التي تحدد هوية الشخص وإنما التي تجعل للشخص قيمة. لهذا فالمحور الثاني هو معنون بالشخص بوصفه قيمة. هنا نعرف أن الإنسان يختلف من حيث القيمة عن باقي الأشياء، وأن الأشياء لديها قيمة، وما دامت الأشياء لديها قيمة فحتما ستكون للإنسان أيضا قيمة، ولكن هل قيمة الشخص هي قيمة الأشياء وباقي الموجودات؟ بطبيعة الحال ما دام الإنسان كائنا متميزا عن باقي الموجودات الأخرى فإن قيمته ستكون قيمة مختلفة. من هنا سنتساءل من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل قيمته كقيمة باقي الموجودات أم أن قيمته قيمة متميزة ومتفردة يسمو بها على باقي الكائنات الأخرى؟ لمعالجة هذه التساؤلات سنتحدث عن موقفين. الموقف الأول هو الذي يتبناه الفيلسوف الأخلاقي إيمانويل كانت، والثاني هو الذي يتبناه الفيلسوف الشخصاني إيمانويل مولي. يعتبر إيمانويل كانت هو الفيلسوف الأخلاقي الأول بدون منازع. لماذا؟ لأن إيمانويل كانت خصص حيزا كبيرا من فلسفته لفلسفة الأخلاق، وتناولها بطريقة مغايرة تماما عن من سبقوه من الفلاسفة. لنتعرف على موقف إيمانويل كانت فيما يتعلق بمسألة قيمة الشخص. للحديث عن قيمة الشخص حاول إيمانويل كانت أن يبين ثلاث مستويات تميز الشخص. فالمستوى الأول كما يتحدث عنه إيمانويل كانت هو المستوى الذي يجعل من الإنسان ظاهرة من ظواهر الطبيعة وكحيوان عاقل. كيف تكون قيمته في هذا المستوى؟ يقول إيمانويل كانت بأن قيمة الإنسان أو قيمة الشخص تكون قيمة مبتذلة، قيمة منحطة، لا تتجاوز قيمة الأشياء، لا تتجاوز قيمة الظواهر الطبيعية، لا تتجاوز قيمة الحيوانات. فالإنسان عندما ننظر إليه كظاهرة من ظواهر الطبيعة وكحيوان عاقل فإنه تكون لديه قيمة تشبه قيمة الكلب، قيمة الحمار، قيمة الديدان. يعني هنا فالإنسان ينظر إليه من هذه الناحية على أن لديه قيمة منحطة ومبتذلة. لكن المستوى الثاني يسمو الإنسان به فوق الكائنات الأخرى. لماذا؟ لأنه يمتلك ملكة الحكم، أي ملكة إصدار القرارات، إصدار الأفكار، وتمييز الأشياء عن بعضها البعض. هذا المستوى لا يوجد عند الحيوان، لكن عندما يمتلكه الإنسان فإنه يسمو على باقي الكائنات الأخرى. لكن كيف تكون قيمته حسب إيمانويل كانت؟ تكون قيمته قيمة نفعية خارجية. في هذا المستوى ينظر إلى الإنسان باعتباره مجرد وسيلة أو مجرد سلعة. يمكننا أن نفاضل بين هذا الإنسان أو ذاك، فنقول هذا الإنسان أفضل من هذا الإنسان وهذا أحسن من هذا، لكن هذا التمييز وهذا التفاضل يجعلنا نعامل الشخص باعتباره مجرد سلعة أو مجرد وسيلة. فكأن أقول مثلا هذا الهاتف أفضل من هذا الهاتف، بمعنى ما الذي يجعل هذا الهاتف أفضل من هذا الهاتف؟ هو قيمته الخارجية النفعية. فهذا الهاتف ليس هاتفا ذكيا، وهذا الهاتف من الجيل الجديد الذكي الذي لديه خصائص ومميزات أخرى. إذن هنا الإنسان يمتلك قيمة نفعية خارجية. لكن المستوى الثالث وهو الذي يدافع عنه إيمانويل كانت بحيث أنه يقول بأن الإنسان عندما ننظر إليه باعتباره شخصا أي كذات لعقل أخلاقي عملي فإنه يتجاوز كل سعر، أي أن قيمته تكون قيمة مطلقة. لا يمكننا أن ننظر إلى الإنسان باعتباره شيئا أو باعتباره وسيلة، بل ننظر إليه باعتباره غاية في ذاته، أي يتوجب الاحترام والتقدير
وأن لا نعامله مثل ما نعامل الأشياء، ووجب على كل شخص أن يحترم هذا الشخص لأنه يمتلك قيمة ويمتلك كرامة، هذه القيمة والكرامة مستمدة من عقله الأخلاقي العملي. نشوف الموقف الثاني وهو موقف إيمانويل موني الذي لا يختلف كثيرا عن موقف إيمانويل كان. يقول إيمانويل موني بأن الإنسان ليس شيئا من بين الأشياء. لماذا؟ لأن الأشياء تكون جامدة ونعاملها باعتبار كونها وسيلة، أما الإنسان فلا يجب أن ننظر إليه على هذا الأساس لأنه يختلف ويتميز عنها من خلال عملية الشخصنة، أي عملية اكتساب الصفات والخصائص المميزة للإنسان. فالإنسان دائما يجدد خصائصه ويجدد صفاته، وبالتالي كلما جدد خصائصه الإنسانية اكتسب قيمة مطلقة، ولهذا يقول بأن الشخصية غنية ومتفردة، فلا شيء مما يعبر عنها يستنفذها، ولا شيء مما يشرطها يستعبدها. بمعنى أنه إذا أردنا أن نعبر عن الشخصية من خلال مقوماتها الإنسانية فإنه لا تكفينا الكلمات. هذا بالإضافة إلى أنه على الرغم من هذه الإكراهات والإشراطات الموجودة في الكون فإنها لا تقوى على أن تستعبد الإنسان وأن تجعله خاضعاً لها. إذن فالشخص حسب إيمانويل موني هو شخص حر ومتفرد متميز عن باقي الكائنات الأخرى. إذن من خلال عملية الشخصنة يستمد الإنسان قيمته. إذن كخلاصة يمكن أن نقول بأنه لا يجب أن ننظر إلى الإنسان من خلال كونه وسيلة أو من خلال كونه شيئا. لماذا؟ لأن الإنسان لديه قيمة ولديه كرامة يسمو بهما فوق جميع الكائنات الأخرى. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.